أكدت بعثة الحج الكويتية ضرورة التزام الحملات الكويتية بالضوابط والشروط التي تحددها وزارة الأوقاف لضمان سلامة الحجاج ونجاح موسم الحج لهذا العام. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري لبعثة الحج الكويتية للاطلاع على آخر المستجدات والقوانين الجديدة للحج. حصلت دولة الكويت على عدد 800 حاج هذا العام، جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. ولله الحمد خصص هذا العدد اللي هو 8000 حاج لدولة الكويت، ولله الحمد الاستعدادات قد بدأت مبكرة في هذا العام من قبل الوزارة، بدءا بالاجتماعات الرسمية مع الإخوة المسؤولين في وزارة الحج السعودية. وزارة الأوقاف لهذا العام جميع ترتيباتها الحمد لله، جميع قرارات وزارة الدولة صدرت بوقت مبكر، وهذا ينم عن الأخوة في وزارة الدولة كلهم متفهمين لدور بعثة الحج الكويتية. أيضا راح يكون هناك لقاءات مع جميع رؤساء فرق وزارة الدولة. لقاء بعثة الحج الكويتية جاء لتوضيح المهام الأساسية الموكلة للجان العاملة والاطلاع على المستجدات والقوانين الجديدة للحج. لقاء تنويري مع أعضاء بعثة الحج الكويتية لتسليط الضوء على مهامهم الأساسية في البعثة، سواء كان اللجان واللجان الفرعية، حتى يتعرفوا على بعضهم على طبيعة عملهم. كافة معاملات الحج باتت إلكترونية، الأمر الذي سهل على الحجاج التسجيل بالحملات والحصول على إجازة الحج من ديوان الخدمة المدنية. تقريبا أتمتنا وحولنا جميع الأعمال في الحج إلى عمل إلكتروني كامل، وبالتالي لا يحتاج الموظف أن يقدم إجازة حج، ولا إجازة الحج تقدم إلكترونيا بمجرد تسجيله في أحد الحملات.